رجعنا تاني، الناس ترجع ما بيصدقوا يقوموا يخرجوا، ما بيصدقوا يقوموا يخرجوا. بنرجع تاني اهو، نلون بس البتاع. نرجع تاني، فولت سكند على اوم، فولت سكند على اوم، فولت سكند على اوم، فولت فولت. اطلع فوق كده ازوم الفولت بكام؟ الفولت ب 3، الفولت ب 3، الفولت اهو ب 3، الفولت ب 3، السكند السكند ب 4، السكند ب 4، السكند ب 4، الاوم الاوم 0.5، الاوم 0.5، الاوم اهو 0.5، 3 تايمز 4 اوفر 0.5 يطلع 24 اللي هو الكولوم، 24 اللي هو الكولوم، 24 اللي هو الكولوم اللي هو كوانتيتي اوف تشارج، اللي هو كوانتيتي اوف تشارج. بنكمل كل مره حاطط انا الكود ده في الصفحه عشان ما تضلش اقلب. وات على امبير، وات على امبير، الوات الوات ده 18، الوات ده 18 اهو. الامبير الامبير ده 6، الامبير ده 6، 18 على 6 ده 3، 3 3 ده البوتنشال ديفرنس اللي هو الفولت، البوتنشال ديفرنس اللي هو الفولت، البوتنشال ديفرنس اللي هو الفولت. بنكمل تاني اهو، فولت سكند على كولوم، فولت سكند على كولوم، الفولت الفولت ب 3، الفولت ب 3، سكند السكند ب 4، السكند ب 4، الكولوم الكولوم 24، 34 على 24 يطلع 0.5 ده الاوم اللي هو الريزيستنس، ده الاوم اللي هو الريزيستنس، ده الاوم اللي هو الريزيستنس. طريقه سريعه جدا جدا وتعملها ما فيش احتمال خطا خالص. علينا بالظبط 12 رقم في شابتر 1، بقيه الشباتر كلها 7 ارقام بس، يعني كله توتالي 19 رقم. لا تحفظهم يا تكتبهم يا اما تتعلم ازاي تعملها زي ما خدنا فوق بالطرق المشروعه. دي طرق مش مشروعه، ملتويه كده، مدرسين خصوصين هم اللي بيعملوها، واخد بالك؟ لكن هي الطريقه طبعا المحترمه اللي هي اللي فوق خالص الحلال دي اهو، بقى حفظتهم بقت حلال، ما حفظتهمش وغشيتهم بقت حرام. بس اهو يلا بقى الضرورات تبيع المحظورات. نيوتن متر على سكند، نيوتن متر على سكند، نيوتن نيوتن الكود بتاعه 24 و 6 نيوتن اهو. بص معايا، مش عارف الماوس عندكم باين ولا لا، نيوتن 24.6. المتر 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 فين المتر؟ روت 1.5، روت 1.5 المتر، روت 1.5. بعد كده السكند، السكند ب 4، السكند ب 4، السكند ب 4. تحسب الحسبه دي كده بالاله تطلع 18 دي الوات، 18 دي الوات اللي هي الباور اللي خدناها النهارده، 18 دي الوات الباور اللي احنا خدناها النهارده. هنكمل نمبر 8، كيلو جرام متر سكوير على سكند كيوب، كيلو جرام متر سكوير على سكند كيوب، كيلو جرام كيلو جرام 768، الكيلو جرام 768 الكيلو جرام اهو 768 متر سكوير، متر سكوير المتر 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 روت 1.5، روت 1.5 بس عليه سكوير عشان المتر متسكوره. سكند كيوب السكند 4، 4 باور 3. تحسب دي بالاله تطلع 18 اللي هي الوات، 18 اللي هي الوات، والوات اللي هي الباور اللي خدناه النهارده، يبقى الباور اللي هي الوات، الباور اللي هي بتقاس بالوات. خلصت اليونت والاكواد بتاعتها. حته صغيره هقولها انترودكشن للحصه الجايه، والحصه الجايه هتبقى اول حصه في السيريز والباراليل. بالمناسبه احنا اخر شهر نهايه الشهر عندنا هيبقى يوم الثلاث الجاي، الثلاث الجاي الحصه الثامنه، الثلاث الجاي، ويبقى المفروض هنمتحن امتحان كبير على اللي خدناه من صفحه 1 لغايه ما هنقف يوم الثلاث الجاي. مش هنلحق على يوم السبت تكون جهزت الامتحان، فيبقى الامتحان الثلاث اللي بعده. يعني هنمتحن امتحان كبير مدته ساعتين، ساعتين
هيبقى التلات ده لأ التلات اللي بعده. بعد 10 أيام من النهاردة امتحان من بيج 1 لغاية الصفحة اللي هناخدها يوم السبت الجاي، لغاية السبت الجاي، يعني التلات الجاي والسبت داخلين في الامتحان، التلات الجاي والسبت داخلين في الامتحان. هندي بس انتروداكشن كده بسيطة سريعة على الحصة الجاية، وبعد كده عشان نيجي أول ما نيجي على طول نخش على درس مهم جدا اسأل الطالب عليه، السيريز والبارل، السيريز والبارل. ولو أنا عندي رسمة زي دي كده الـ V بي 12 والـ R بي 2 باتري، الـ V بي 12 والـ R بي 2 عايزين نحسب، معلش غمض عينك عن كلمة I بي 6 دلوقتي كأنك مش شايفها. الـ V بي 12 والـ R بي 2، الـ V بي 12 والـ R بي 2 هياخدوا كارنت من الباتري، عايزين نحسب قيمته. الـ V قيمته I في الـ R، الـ V بي 12 والـ R بي 2 يا هيخرج من الباتري كارنت 6، الباتري خرج منها كارنت 6، الكارنت زي ما يخرج يرجع تاني، خرج 6 امبير يرجع تاني 6 امبير، بس الفرق بين اللي خارج واللي راجع ال 6 امبير دول يعني 6 تشارج خارجين في الثانيه يحملوا انرجي، اللي راجعين دول 6 تشارج خارجين في الثانيه بس من غير انرجي، يعني الكارنت يخرج من الباتري معاه انرجي يديها للار. الار دي اللي هي التلفزيون، اللي هي الكمبيوتر، اللي هي الثلاجه، اللي هي اللود، تاخد من الكرنت الانرجي وتسيب الكرنت يرجع تاني فاضي. انت واخواتك ست انفار، خدتوا فلوس من باباك وخرجتوا، رحتوا من مصر صرفتوا الفلوس، بس رجعت انت واخواتك السته تاني للبيت، خرجت انت واخواتك معاكوا فلوس صرفتهم في مول مصر ورجعت انتوا السته تاني البيت من غير فلوس، الكرنت يخرج من الباتري معاه انرجي يديها لللود وبعدين يرجع هو نفسه، هو نفسه بس من غير انرجي، 6 تشارج خرجوا في الثانيه 6 تشارج رجعوا في الثانيه، يبقى الكرنت زي ما بيخرج بيرجع تاني. يبقى لما اقول لك البطاريه خرج منها كرنت 6 امبير تقول لي ورجعوا 6 امبير، بس الفرق ال 6 امبير الاولين دول معاهم انرجي وال 6 امبير دول راجعين من غير انرجي. عشان كده مش فارقه ان احط اميتر هنا او احطه هنا، في الحالتين الاميتر هيدي هيقرا 6 امبير، الاميتر بيعد كام تشارج عدي فيه في الثانيه، هنا عدى عليه 6 تشارج بالثانيه، هنا رجع عليه 6 تشارج بالثانيه، مش شايف الاميتر احطه هنا او احطه هنا هيدي نفس القرايه، الكلام زي ما يخرج يرجع. طب معلش هننزل على الرسمه اللي تحت، غمض عينيك عن الاي تساوي 3 دلوقتي كانك مش شايفها. ال في ايكوال 12 والار بي 4، ال في ايكوال 12 والار بي 4 يعني الريزيستنس زودناها بدل ما هي كانت 2 اوم زودناها بقت 4 اوم، الريزيستنس زادت بدل 2 اوم خليناها 4 اوم مع نفس الباتري. تعال نحسب الكرنت الجديد، ال V equal IR، ال V بي 12، I وال R بي 4، الـ I جديد بي 3، يبقى خرج من الباتري كرنت 3، يرجع تاني كرنت 3، 3 أمبير خارجين بإنرجي، 3 أمبير راجعين من غير إنرجي، الكرنت زي ما خرج 3 أمبير يرجع تاني 3 أمبير، أوعى تقول لي في المسائل بقى الضخمة اللي هناخدها بدأنا من الحصة الجاية، إن 3 أمبير هنا خرجوا لقوا ريزيستنس ضعفوا بقوا 200 أمبير، غلط. في حاجة اسمها 3 أمبير عدوا في ريزيستنس ضعفوا بقى 200 امبير، لا 3 امبير عدوا في الزيتا ادوها انرجي ورجعوا بعددهم زي ما هم تاني للباتري، الكلام زي ما يخرج يرجع. استنتج ايه من اللي انا قلته بقى على رسمتين؟ الريزا كانت 2 الريزا زادت بقت 4، الريزيستنس زادت من 2 ل 4، عم الكرنت قل من 6 ل 3، يبقى الريزا لما بتزيد الكرنت بيقل، ولكن الكرنت زي ما يخرج يرجع، كانوا 6 رجعوا 6، خرجوا 3 يرجعوا 3، بمعنى الكرنت قبل ما يخرج من البطاريه بيبص من خرم البطاريه، لا ريزيستنس 2 يروح خارج 6 ويرجع 6، لا ريزيستنس زادت بقت 4 قبل ما يخرج يبص من خرم البطاريه، لا ريزيستنس بقت 4 يروح خارج 3 ويرجع 3، الكرنت ما بيقلش في السكه، الكرنت بيقلل نفسه قبل ما يخرج، الريزيستنس 2 يروح خارج 6، الريزيستنس 4 يروح خارج 3، بس زي ما يخرج يرجع، زي ما يخرج يرجع. خطا شائع جدا عند الطلبه يقول لك كرنت مش بالريزيستنس ضعف، ال 6 امبير بقت 5 امبير، لا ال 6 هي ال 6، الفرق ان هو ادى الريزيستنس انرجي لجواها. طب الريزيستنس زادت من 2 ل 4 قبل ما يخرج يظبط نفسه تاني، يظبط نفسه تاني، الريزيستنس زادت يا جماعه من 2 ل 4 انا اقل من 6 واصبح 3، بس زي ما اخرج 3 ارجع 3، زي ما اخرج 6 ارجع 6، الكرنت ما بيقلش في السكه، الكرنت بيقل قبل ما بيخرج.
بهزر معاك لما بقول لك الكرنت بيبص من خرم البطاريه، مش حاجه اسمها خرم البطاريه، بهزر. بس هو في النهايه الكرنت بيستشعر الريزيستنس بره كام ويظبط نفسه ويخرج على هذا الاساس. لا الريزيستنس صغيره يخرج كبير، لا الريزيستنس كبيره يخرج صغير، بس زي ما يخرج يرجع، زي ما يخرج يرجع. ومش فارق احط الاميتر هنا او احطه هنا، مش فارق احط الاميتر هنا او احطه هنا. الفرق بين الكرنت اللي خارج واللي راجع، اللي خارج معاه انرجي واللي راجع راجع من غير انرجي، لكن عدد التشارج بالسكند واحد. هنا عدد التشارج بالسكند 3 تشارج بالسكند، راجعين 3 تشارج بالسكند، بس هنا التشارج كانت خارجه بانرجي، هنا راجعه من غير انرجي. يبقى الكرنت ما بيظبطش نفسه بالسكه. قبل ما يخرج حس ان الريزيستنس زادت يخرج قليل. الريزيستنس زادت يخرج قليل. الريزيستنس زادت يخرج قليل. بس زي ما يخرج يرجع، زي ما يخرج يرجع. اتمنى المعلومه دي ما تنسهاش، هتفرق معانا قوي في المسائل. الكرنت ما تقولش عدى على الريزيستنس ضعف، الكرنت ما بيضعفش. الكرنت ما بيضعفش. الكرنت بيضعف قبل ما يخرج من الباتري، كان 6 بقى 3. خرج 3 يرجع 3. ما بيضعفش السكه، ما تقولش 3 6 امبير، الريزيستنس زادت بقى 5 امبير، غلط. هو في لحظه في النانو سكند حاسس ان الريزيستنس زادت تروح قلل. بس زي ما يخرج 6 يرجع 6، قل بقى 3، زي ما يخرج 3 يرجع 3. هنقف هنا عشان الحصه الجايه هنبدا بقى درس ميجور قوي، ميجور شهير قوي، درس رئيسي اخر السنه، وعليه بقى مسائل ما تعدش بقى، انفاينايت انفاينايت مسائل، انفاينايت افكار. درس اسمه السيريز والبلد، السيريز والبلد. ان شاء الله هنبداه الحصه الجايه. نكتفي بهذا القدر النهارده. اعمل حسابك ان بعد 10 ايام هنمتحن من بيج 1، والامتحان اللي بعد 10 ايام هيخش بيه ان شاء الله حصه الثلاث الجاي وحصه السبت الجاي، الثلاث الجاي والسبت الجاي كمان فيه، يعني بالعربي كده لنهايه السيريز والبارلل، لغايه نهايه السيريز والبارلل. اشكركم. لو حد عنده اي سؤال يرفع ايده ويسال زي ما هو عايز، اللي عنده اي سؤال يسال، انا موجود اهو، اي سؤال يسال. الناس اللي بيسالوا كل مره مش حاسس بيهم ليه النهارده؟ ايوه يا مريم، عمال اقول مريم النهارده. ايوه يا مريم، انا عايز اعرف بس هو الامتحان هو الامتحان هيبقى يعني الساعة كام؟ هيبقى من 9 ل 11 ميعاد الحصة، ميعاد الحصة بحيث هتقول 9 بالظبط، والساعة 11 هوقف الريسبونس، مش هاخد ورق بعد 11. هيبقى من 9 ل 11 احنا مدته ساعتين. بالمناسبة في معلومة برضه انا قلت نسيت اقول لكم عليها، انا المفروض النهارده يا بكره هتجيني كل اسئلة الوزارة اللي في بنك الافكار، بس جايه لي عربي، فانا هترجمها انجلش المنهج كله، هترجمها انجلش طبعا، وهبدا بشابتر 1، يعني ابدا بشابتر 1، لان خلاص الناس اللي هم في الوزاره بيحطوا المسائل فيها افكار، اعرف واحد هيديهم لي يعني النهارده يا بكره، بس للاسف بيديهم لي عربي، وعارفين ان كل حاجه بتتعمل في الوزاره عربي، وبعدين تترجم حين ميسره انجلش. يعني تملي العربي سباقين، يعملوا العربي الاول، والانجليزي دول درجه ثانيه، يعني فئه ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه. فالحاجات اللي هي هاخدها دي هبدا اترجمها انجلش، اللي هي بقى الافكار واللعب بتاعت واحد يخش يعملوا عليه سيرش اسمه احمد بركه. احمد بركه ده مسؤول كبير قوي في تجويد التعليم، هو المسؤول عن الموضوع ده. الحاجات بتاعته دي هتجي لي النهارده يا بكره، يعني النهارده يا بكره هتكون معايا بس عربي. المنهج كله. فابتدي بشابتر 1 اترجمه وامده لكم اول باول كده باللي احنا بناخده حصه بحصه كده، بحيث ايه ما يبقاش تحميل عليك جامد. اللي هي بقى الحاجات اللي فيها لعب وحاجات كده نشوف الوزاره هتقول ايه. ده هيبقى معايا الاسبوع ده، غالبا الامتحان هيبقى متضمن هذا الكلام، بس لما اعرضه عليك برضه الاول، لازم اوريه لك الاول. تمام يا مريم؟ لو حد دوست يعني لو حد يعني ابقى عارفه كويس قوي ان كل حاجه الوزاره بتعملها بتبعي لها عربي الاول. وبعدين حين ميسره الانجليش. وبعدين بقى لازم فيزياء بالفرنساوي وبالالماني، دول بقى مظاليم ما بينزل لهمش حاجه. يكفي ان اقول لك مثلا ان كتاب الايفاليويشن ده التقويم نزل عربي سنة 2016 لغاية دلوقتي ما اترجمش انجلش، لكن هو موجود انجلش، المدرسين كلهم ترجموا للطلبة، مدرسين الاخصائيين ترجموا للطلبة، لكن الحكومة ما ترجمتهوش. الايفاليويشن نزل عربي 2016 2017 18 19 20 ما نزلش غيره، وفيدي العربي هو ما ترجمش انجلش، ما بيهتموش بتوع الانجلش، احنا اللي بنترجم. ومع ذلك مع الطلبة كلهم معاهم الايفاليويشن بتوع سنه 2017 و18 و19 و20، كل واحد معاه الايفاليويشن عادي خالص، بس المدرس بتاعهم ترجمه. ما بيهتموش بتوع الانجليش، بيعتبرهم فئه ثانيه من البشر يعني وبتاع، المهم عندهم بتوع العربي. تمام كده؟ واحنا معانا الايفاليويشن ده؟ ايه؟ الايفاليويشن ده معانا يعني هناخده ولا ايه؟ ما انا بنزل لك منه مسائل
ومعايا متجمع بتاخديه بعد نهايه الشابتر. نهايه الشابتر بتاخديه متجمع على بعض. بس انا بغذي بيه الملزمه، يعني بغذي بيه الملزمه. هتاخديه مترجم، هتاخديه مترجم. بس احنا اللي مترجمينه مش الحكومه، كل مدرس بيترجمه للطلبه بتوعه. تمام؟ والحاجات اللي هتجيلي النهارده ولا بكره ديت هقعد اترجمها انجلش وهبدا امدكم بيها اول باول كده، بحيث في نهايه الشابتر تبقى خدتي كله، بس انا جايلي المنهج كله يعني. بس كده. اي سؤال تاني اتفضلوا. انا موجود لو حد عايز اي حاجه. الناس اللي قاعدين لو حد عايز حاجه. مؤمن لو عايز حاجه. مريم ياسر. ياسمين. ما تجروش بالراحه على مالوك. يبقى اسامه لو عايز حاجه. اي سؤال تحت امركم. لسه في ستة. خلاص؟ ماشي اوكي. بس كده شكرا.